أهلا بكم أعزائي المشاهدين ونشرة أخبار مصر التعليمية. تتقدم قناة مصر التعليمية بخالص التعازي لأسر شهداء الواجب والوطن راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته. عناوين الأخبار: خلال الأيام شوقي يعتمد الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة. الأوراق المطلوبة للفائزين بتعيين 250 معلم بالفيوم. القص واللزق يطيح بمستشاري المواد الدراسية. مؤشرات النجاح النهائية غامضة. وحجازي يوجه رسالة لأولياء الأمور. وفي خبر متصل: حجازي ما أثير هدفه البلبلة وتصحيح الكراسات ما زال مستمرا. تعليم شمال سيناء تفتتح معرض أنا موهوب بالعريش. تعليم دمياط يجتمع بمدير الشؤون المالية والإدارية. شتاء يجتمع بمجلس أمناء إدارة سيدي سالم التعليمية بكفر الشيخ. والخبر الأخير: المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن التعليم مستقبل وطن. إلى حضراتكم تفاصيل الأخبار. خلال الأيام شوقي يعتمد الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة. يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام القليلة درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة والمقرر إعلانها في 20 يوليو الجاري. وقالت إيمان حسن مدير التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري الخاص بالحافز والذي صدر في عهد الدكتور الهلال الشربيني الوزير السابق لم يتغير حتى الآن. وقالت أن الدرجات المقررة لهم هي المركز الأول وسوف يحصل على 8 درجات، والمركز الثاني سوف يحصل على 6 درجات، أما المركز الثالث فسوف يحصل على 5 درجات، والمركز الرابع سوف يحصل على 3 درجات. وعلقت إيمان حسن على المطالبات العديدة بإلغاء القرار 206 لسنة 2016 والخاص بتخفيض درجات الحافز الرياضي بقولها: إن هذا قرار وزاري حيث تم اتخاذه في عهد الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم السابق. وأضافت إيمان في تصريحات خاصة أن قطاع التربية الرياضية مجرد جهة مسؤولة في تنفيذ القرار، مؤكدة أن الحافز الرياضي مطروح أمام القضاء للفصل فيه، قائلة: إحنا ملتزمون بما يحكم به القانون وسوف ننفذه. الأوراق المطلوبة للفائزين بمسابقة تعيين 250 معلم بالفيوم. قد قرر دكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم اعتماد تعاقد 250 معلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بالفيوم في 3 تخصصات، وهي لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضات. ولفت وكيل الوزارة إلى أنه سوف يتم توزيع جميع المعلمين على 3 إدارات تعليمية فقط على مستوى المحافظة، وهي إدارة يوسف الصديق التعليمية وإدارة طامية التعليمية وإدارة إطصاء التعليمية، على أن تبدأ مواعيد تقديم الملفات بقسم التعيينات اعتبارا من غدا الأحد وحتى الخميس القادم، فيما تحدد يومي الأحد 16 والاثنين 17 من يوليو لعام 2007 موعدا للمتخلفين. أما عن الأوراق المطلوبة فهي أصل المؤهل الدراسي، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة التجنيد للذكور، ملف كرتوني، 8 دمغات فئة 70 قرشا، إقرار ذمة مالية من البريد، استمارة كشف طبي من القومسيون الطبي،
الرقم التأميني من عمارة مصر للتأمين، عدد 2 صورة شخصية، صحيفة الحالة الجنائية. القص واللزق يطيح بمستشاري المواد الدراسية. الورق مالي ديوان الوزارة، وهناك معركة دائرة بيني وبين مستشاري المواد حول طريقة التدريس. هما عاوزين يعلموا الأولاد بالطباشير وبالطرق التقليدية، وأنا عايز أطور الأساليب وطرق التعليم. هذا هو التصريح الصحفي الذي عبر به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه من مستشاري المواد الدراسية بالوزارة، والذي اعتادوا على القص واللزق خلال عمليات التطوير، مصدرين الإحباط لجميع أولياء الأمور في أن يجدوا منهج يحترم عقلية الطالب ويتناسب مع سنه. وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزير يستعد خلال الأيام القادمة للإطاحة بمستشارين المواد الدراسية واستبدالهم بمستشارين يساعدونه على تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء منظومة تعليمية جديدة وخلق جيل يفكر ويبدع ويبتكر. وأكدت المصادر أن المستشارين لم يفكروا خارج الصندوق طوال هذه الفترات الماضية، ويتوقفوا عند الطرق التقليدية التي تكون عبارة عن استبدال كلمات بأخرى وليس تطوير حقيقي ملموس. وأشارت المصادر أنه من المفترض أن يتم التجديد لجميع مستشارين المواد الدراسية في شهر فبراير القادم، إلا أن الوزير لم ينتظر حتى هذه المدة، وسوف يقوم بتغييرهم خلال الفترات القادمة والتي تشهد تطوير جميع قطاعات الوزارة. وكان قد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن تطوير المناهج حلم جميع الشعب المصري، وقد أصبح أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك قد عمل على تكوين لجنة لتطويرها. وأشار أن جميع الوزارات تتعاون من أجل هذا التطوير، مؤكدا أنه يوجد سلسلة للتطوير أهمها المناهج وتدريب المعلمين واكتساب طرق جديدة للمعرفة. مؤشرات النجاح النهائية غامضة، وحجازي يوجه رسالة لأولياء الأمور. تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح امتحانات الثانوية العامة الاثنين المقبل، على أن يكون الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. من جانبه قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن مؤشرات نجاح الثانوية العامة التي يروج لها البعض الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غير صحيحة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم عمل حصر بمؤشرات النجاح، وكل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد توقعات لا تستند إلى أي حقائق، لأن نتائج التصحيح محصنة ولا يجوز الإفصاح عنها أو عن أي مؤشرات إلا من قبل وزارة التربية والتعليم. وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن عمليات التصحيح تسير بانتظام، مشيرا إلى أن الوزارة تبقى لها 4 مواد جاري تصحيحها، هي مواد الإحصاء والجيولوجيا والفلسفة والتربية القومية. حجازي ما أثير هدفه البلبلة، وتصحيح الكراسات ما زال مستمرا، ومن الخطأ افتراض عدد الراسبين بناء على عينة عشوائية. أكد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد على صفحات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوب 28,000 طالب بالثانوية العامة ودخول 195,000 امتحانات الدور الثاني، قائلا إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف خالد عبد الحكم في تصريحات خاصة إن صفحات الغش ومواقع التواصل تواصل ابتزاز أولياء الأمور والطلاب على غرار حدث ما حدث قبل وأثناء ماراثون الامتحانات، بعد أن زعمت تلك الصفحات قدرتها على تسريب الامتحانات قبل انعقادها بأيام، وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته طوال فترة الامتحانات. وطالب نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أولياء الأمور والطلاب بعدم انسياق وراء تلك الشائعات، مشددا على إنه حتى الآن لم تظهر أي أرقام أو نتائج توضح عدد الطلاب الراسبين أو الناجحين والذين يؤدون امتحانات الدور الثاني، لأن التصحيح وتقدير الدرجات لم ينتهي من الأساس، متسائلا من يستطيع أن يحدد أو يصنف فئات الطلاب وعدد الناجحين والراسبين. من جانبه كشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أن نسب النجاح قريبة من العام الماضي، وهو ما كشفته العينات العشوائية لنتائج المواد الدراسية، مشيرا إلى أن الكنترولات لم تبدأ في تجميع نتائج المواد حتى الآن، وما نشر بهدف إثارة البلبلة، قائلا كلها أيام وتظهر الحقيقة وأقل من 12 يوما وسيتم إعلان النتيجة. تعليمات شمال سيناء تفتتح معرض أنا موهوب بالعريش. افتتحت المهندسة ليلى مرتجى مديرة مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، يرافقها الدكتور عبد الكريم شاعر وكيل المديرية، معرض أنا موهوب بالعريش، والذي تم تنظيمه في مدرسة آل أبو سلمى الثانوية بالريسة. وقالت وكيلة الوزارة أن المعرض يضم أعمال الطلاب الموهوبين في مختلف مدارس شمال سيناء في مجال الرسم، واستهدف إعطاء مساحة لعرض إبداعات الطلاب المدرسين الطلاب المدارس بالمحافظة وإظهار جديد أعمالهم وإتاحتها أمام الجمهور. شتى يجتمع بمجلس أمناء إدارة سيدي سالم التعليمية بكفر الشيخ. عقد محمد حسن شتى مدير عام الإدارة التعليمية بسيدي سالم والمدير التنفيذي للمجلس اجتماعا لمجلس أمناء الإدارة برئاسة الدكتور فتوح منصور رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس بمكتب مدير عام الإدارة. وقال محمد حسن شتى مدير عام الإدارة بأنه سعيد بالعمل في إدارة سيدي سالم التعليمية، وأن مجلس الأمناء لها دور هام في العملية التعليمية. وتقدم بالشكر للدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية ورئيس مجلس أمناء المحافظة، فهو سفير لجميع مجالس أمناء المحافظة على مستوى الجمهورية. الخبر الأخير، المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن التعليم مستقبل وطن. طالبت ندوة التعليم مستقبل وطن بالعمل على تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والعمل على بناء قلعة صناعية تستوعب الشباب. في البداية أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى أن التعليم أمن قومي وهو بوابة التقدم للمستقبل، وإذا أردنا أن نبني دولة حديثة فلنهتم بالعلم والعمل، وأشار إلى عدم قدرة التعليم الأساسي على التطور وأفاق الثورة المعلوماتية، وهذا ما يضر بنا كثيرا. وأكد الدكتور عبد الوهاب الغندور مستشار صندوق تطوير التعليم على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأشار إننا حاليا لدينا 200 مدرسة تعليم فني تجاري وصناعي، وهناك 1,900,000 طالب بالتعليم الفني، ولدينا 150,000 معلم في التعليم الفني، وبرغم ذلك نحتاج لزيادة الأعداد، ويجب على الدولة وجميع المهتمين بالتعليم الإيمان بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني، ولكن ما زال هناك تخوف من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويجب التعاون مع رجال الصناعة والزراعة والتجارة.
وطالب أن الاهتمام بالتعليم الفني المزدوج مدرسة داخل مصنع، الذي أثبت نجاحه هو ما قامت به ألمانيا وتغيير النظرة الدونية لخريج التعليم الفني. وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة على أهمية مشاركة التعليم الخاص في إنشاء المدارس بالتعاون مع الدولة، مع شرط توافر جودة التعليم، ولا بد من عودة القيم النبيلة واحترام المعلم من الأسرة وتفعيل دور مجالس الآباء ومنحه صلاحيات واسعة لخدمة العملية التعليمية وزيادة عدد المدارس والحد من كثافة التلاميذ بالمدارس والاهتمام بالتعليم الجامعي. واختتم الدكتور الصاوي أحمد بالتأكيد على أهمية إدخال سبل التكنولوجيا المتقدمة في مراحل التعليم والاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى نهاية نشرة اليوم من قناة مصر الإخبارية، على أمل أن نلقاكم، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.